مدح المشرحين تكون ترتمي دور الشدة هذا إنه هاي جد بيلها بر عفان وحنو باقينا إن يقبل النتيجة دور الشدة كنا قنعان سلطان عبد النور عبد الله جمعال وكمدا سلادين تدقنك اي قبل كاودل اي وحاو مانتا قد شرف كمبا موسي قد دا تدقنك اي بيلها بر عفان وحنا قد شرف تاني قوب توقع ها افر يلباتان كحبنود اي قد دا تدقنك اي سكوجرا سلادين تعقاش اي وحكرتك كالدوان وحين قد دا تدقنك بيلها بر عفان بلشد كالدوان اي رير سومالي لانوغو هنباليين سيدي نبت قليا دا هيد اي عدكو دو ديبتين وقوه رينتين وحا هالكاسي كهدلي سلطان عبد النور عبد الله جمعال أولا إلهي با مهادلة إنه كلان سيئي حالكنا نشوغنو سيدو كلا دورشوين كي يو كامبين كان صور قلبة سيئن نبت قلية داحي نوغو دمي الحمد لله إلهي با مهادلة إن قلادا مانتا وعنكو ماموصي قد دافر العطاق وضي حبر عفان أنا أقول ما هذا نقيه مددي أنا كسر جرني كامن كي يهولي دورشة دا سيد الملقى هي شرف تلاقي أيوة صو شقيين أيوة صو شقييني ساعة أيام أقول ما مسوي جد قلدا وأنا قلدا شرف ده أقول ما مسوي جد ده أنت عطان كدرو إن أرمي كا دورشة دا عن صور دافني الحمد لله سمعنا عندما ويد قولي ستي واحد نو قول أه وقولش كوالة سيدا نبت قليا دا إيا أمني إيا حسلوني دا أي دور الشدي نقول صدام مات تا يقوش كوادة إلى هاي بأنا مهادلة نقول دميين نبت قليا دا مر لبعض وحنو مهاد نقيا بلوين تابر عفان كوف كست يديك كست يشوكتو سيدا أغلبية دلها يقول عديين أي أموتشين أود دو ذا يعدو دو ذا يعدد كوكبة كارهان وحسي كاره هو ما حدنا قيا تيجان كقلبت كم قاعد بور مه كوبها دي ملقاس ونقابط إن هول هول عشاء عدو يدمان بديجان كقلبت كا سيدا أي صندوق يدي عد كا ودح مغذين ملقا يشرفت له أنا أموتشين عدو دي عد كله الحمد لله إلهي ما الله دمان بسومال لما حن رجينا يقول وحن رجينا بدنيما سيدو كله مضاح المشرحين تكون ترتمي دور الشدة هذا أنه هاي قد بيلا عبر عفان وحن نقول باقينا إن أقبلا نتيجة دور الشدة كنا قنعان إنونا إلى عليان أمني قيلنا بتقلية دي حسلوني ده أو كنا علونا إنو شعبك كالين تدوي صبحين ملك استوى شو شعب كسومال لان آديات برقو ما حد نقينا سي شرفت له هيدا وقصو دريان دور شدا يدو نو اللي بعد كوسين يقف كيو دوري واي ديمقراطيد موشين سادة سلام دو حان رجين هنا مضاحة دالكا المشرحين تكون ترتبط دور شدو إلي ديمقراطيد ديمقراطيد موشين لن بدا موشين دونان أقبلنا دونان كنا قنع دونان نتيجة دور شدا ugu dambeyn qadadan maanta waxa ay qada sharafeed lagu maamusay gudidi soo shaqeysay beelaha bar afaan oo aan muddo 9 bilood oo soo shaqeynaynay midnimo iyo muwaafaqo ku soo shaqeysay go'aankii beeshara soo urisay oo meeshii ay ka aragtay mustaqbalkooda geysay waxa la leeyahay uqaash iyo salaadintii iyo wax garadka nin garboodka bar afaan halkan jooga aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin dadaalkii aad soo gasheen aad ku soo jirtay waad ku mahadsantihiin ugu dambeyn kelmadda dardaaranka maanta aan oranayaa waxa weeyaan shaqada aad soo qabateen iyo midnimada iyo muwafaqadaasi yaani noqonin mid ku soo gabagabowday kaamaynka iyo doorashadii kaalinta aad habar afaan ugu jirteen waan ognahay waa la idinku garab taagan yahay waynu soo wada shaqaynay waa idinku dardaaraya موافقة يا من نمرين هل كان لجس وضو جد من نمر يا هبر عفان عيسى وسي شقيس وين قطو جد شوكته إن أي أهل كان ساق عن تو عيسى كتلس وعن هذا الكل سوق بجبين يا مر لبعض وعنو ما هذا نقيا بالوين هبر عفان عد كي جي مش وطني سيد الصندوق يا عد كود كود عين وقد حم مغنا ديجان دود إيه أغلبية دو يهين goob kasto deegaanada habar afaan la tiriyo codka qalbiyada uu ka helo wadani
وعيتها شرف يملقى قاره آدي آه أدبو ما سنتين عضيت أيكو غوية بكي يرقي يو وغوية عضيت هاي حيرو يا عضيت أيكو وجد تفقيل لي إن أريد دقة يكو قلبي كو قاره حاله وما حد نقيه سلا إمانتا نانستي يحنتو بدلين أوسو صارين عدود يعود كوجي أغلبية دول وين صندوقين عن رقبت يدي ملاقة سيارة الربا هذا الكي واحد كتبه كوبيا سومالا نقول بدنمو نبتقليو يا أمن من هاي سنة الحمد لله إلهي بام هذلة ما تيسكوك كاري قد شرفت تن وينو با موسى سلطان عبد النور عبد الله جبعالة شيخ عبد الله جبعالة إيه دور هول أذكر صباحني لا شيء بايو مدفر بدن إن نصوف فدني وطبعاً بلوت بدن الحمد لله ما توحك لك اللي بينه نعمة إلى هاي هو نسيي وسومالي ناسيي الحمد لله وأنا بهدقين إلى هاي وأنا بهدقين أمرك هوري مركي حقا سلطاك أنا بهدقين ناس كوك يا ريا فريال عطاكي هالكن يدو لغا سوهو إيدي هوليه دور شدا ما أنت والك نسو قد شرف كسبيي جزاكم الله خير بالنا سلطاك أنت وحكو دريا دما سومالي لان بلشد سومالي لان قوشة بالله رأي قادي سيد أمني قيئي نبت قلي يدا أي كجرتو أي عضيسي أنا قف قف تابن أو إحلاه لغو من دقو بهاد دقو وبلشو بسلاتي عالم كي كم وقتا ماتا بسلاشها بلشد سومالي لان دما تيد جيس إلا جيس waxa la yiraahay guusha la gaaray ay bulshadu gaadhay waxa la yiraahay natiijada ka soo baxda doorashada iyadoo sugeeydo waqtigeeda kubasha doorasho kula sheegan ay shaaciyaan in loo hoggaansamo azumada uu sameeyay gudda beelaha barcafaan sultaan abdulnuur abdullahi jimcaale waxaan ugu mahadnaqaynaa sida uu yeelay karaamada iyo sharafta leh ee uu guddigii 24-ka ahayd ee shaqada adag soo qabatay inuu ku maamuuso maanta qada sharaf 24-kii ba halkan ay ku wada qadeeyeen aad baan uga mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa ma qowa qada sharaf قدر الشرف تاوي حسامي سلطان عبد النور عبد الله الجمعالي شيخ عبد الله الجمعالي ومات او قبل قبل اهيد ان هوليه لا صوك علي يو دادال كيلا علي كو عسومي قدر الشرف نو سمي ان قد دا افر يلا با تنكا ما شاء الله ما شاء الله وحلينا عبد النور سلطان عبد النور الله اكبرك ايو الله اكبرك ايو سومالي لان وحلينا هاي قوشه tartan kala maartay laba nin kama qodo qosliisa la yiri ninu baa guuleysan doona waxa leenahay shacabka Soomaaliland nabadgelyadiina adkaysta nabadgelyadiina ka shaqeeya waxay inoogu dhamaatay doorashadii guul bay inoogu dhamaatay hawl dhil baan muddo badan soo lulanay dhiishii la soo lulayay waxa weeye dhil hadii la lulo subaga ayaa lagala baxaa ka soo bixidii oo kaliya ayaa inoo dhiman cidda ay cidda oran maayo waxa weeye dhiisha subaga marka laga soo bixiyo cidda markaasi ka soo baxda halka ee halka kursi ee lagu herdamayo ku guuleysata waan soo dhaweynaynaa waxaan ku dardaarayaa bulshada inaan dhammaan ka mid ahno una hambalyeyno assalaamu calaykum mar labaad ku waxaan mahadnaqayaa sultaan cabdinuur oo guddida beelaha habar cafaan 24-ka xubnood qada sharafeed ku maamuusay aad iyo aad buu mahadsan yahay boqolkiiba boqol ku dhan abar cafaan 24-kii oday oo marti sharafa u fidiyey muxuu ahaa sultaanka cabdinuur cabdillaahi jimcaale oo noo fidiyey walaalkayaa noo fidiyey farda sharaf abar cafaanna ku maamuusay marti sharafta tii oo hawl laga soo baxay oo olola lagu jiray intaasoo dhan oo socotay habar cafaanaa inay ka fadhiisano sidii u socotay maantoona jiitadii ilaahan sugayno waxaan wuxuu nagu maamuusay khayr laasiye maya qada sharaftaa maanta aan u fadhino
aad baan ugu mahadnaqaynaa isagana waxaan leeyahay een kullay Soomaaliland maanta waa nabad nabadaas in lagu waaraana waa Ilaahay baan ka baryayna haduu nin helo in loo hambalyeeyo baa waajib ah een nabadgelyadana in sida loo ilaaliyo loo hayana oo wax banaan weey Sultan Cabdinuus Cabdullaahi Jucaale oo noo qada sharafta uu noo sameeyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa marka xigta waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha sharaf tale meel kasto ay joogan bari ila galbeed ila waqooyi ila oogo nigoo meesh kasto ay joogo sida sharafta iyo milgaha uu codeeyay waqtigoodii uu horay maxaa niba si amaan iyo nabadgelyo uu horay amaanka sugay marka labaad maga taasi dadka soo mahadnaqayaa mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa ee sultaanka Cabdinuur Cabdullaahi Jimcaale oo maanta guddida beelaha bar cafaan ee 24ka ah ugu sameeyay qada sharaf hoteelka yaan ugu mahadnaqaynaa Allaah ka jisaysiyo talabaad waxaan leeyahay maanta Soomaaliland meel kasto oo joogto waan u hambalyeynaynaa because nabadgelyo doorashadii la galay sida milgaha iyo maamuusta leh ee sharafta leh ee nabadgelyada ay ugu dareertay codbixintii nabadgelyana ay ku soo dhameysay ayaan ugu mahadnaqay oo ah in ay aqoonsigiiba inoo soo dhoyo